إلى موضوع آخر، تعرض تلميذ في الطور الابتدائي بمدرسة أحمد وهبي بعين ترك ولاية وهران للضرب من قبل مديرة المؤسسة والمدرسة بسبب عدم إحضاره لمبلغ 100 دينار خاص بالتأمين ومبلغ آخر لطلائية طويلة التي يجلس بها، وذلك كون عائلته معوزة وأمه تعمل كمنظفة. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل قامت المديرة بطردية التلميذ من المدرسة لمدة أسبوع مع رفضها عودته لمقاعد الدراسة حسب تصريحاتها الأم وبعض أولياء التلاميذ. من جهتها، مراسلة تلفزيون النهار سارة فرندي حاولت التقرب من مديرة المدرسة لأخذ انطباعها حول الموضوع، إلا أن أستاذ وحارس في المدرسة منعوها من ذلك. المديرة قالت لها جيب ديمي وتخطط لها صوميل، ما كانش عندها الصرف باش نخلصها، ما كانش عندها الصرف. عاود رجعت لي للغد وقتها جيب بيستولي، تبنت ولا تاع بيستولي. رحت لها قلت لها بلي ايه استغفر الله، قالت لي ايه راح يقرا الصباح، كي راح يقرا الصباح قالت لها ولي ديمي ولي بنت ورا. قالها نسيت، ضربتها بسبعة جوج صفاع. كي رحت لها قالت لي انتم صحاب فوضاوي وحضروا قبل ديروا قبل هذوك اسمها وات، قلت ما قبلش انا يقرا لي صحاب فوضاوي. قعدت معاها قريب شهر، كي ولاو بزوزه كي عارفه كي يكونوا وحدهم خطر يقروا خطر ما يقروش خطر يروحوا روطه خطر، هي حاوزتهم. كي خرجت من السبيطار وتفرغت لها في زوج، واحد سنه الخامسه وواحد سنه الثالثه، حاوزتهم ما خلاتهمش.